عليكم، نتمنى تكونوا بألف خير. اليوم ان شاء الله غادي ندير بصاره بالفول والجلبانه اللي كتجي زوينه بزاف وكذلك صحيه، خصوصا يعني في يامات البرد، كذلك مزيانه حتى الناس اللي فيهم كحبه. نبدا بالمقادير. بسم الله، عندي تقريبا هنا زلافه صغيره ديال الفول اللي نقيته وفزكته، كذلك زلافه صغيره تاع الجلبانه اليابسه كذلك حتى هي نقيتها وفزكتها بهذا الشكل. وهنا عندي راس تاع الثومه، ممكن تنقصوا من الثومه الا ما كتفضلوش بزاف، ولكن هي مزيانه بزاف كتجي زوينه فهاد البصاره. اول حاجه انا رديت الجميله يعني فيها الماء كيغلى، ومن بعد غادي نضيف لها هاد المكونات. انا بعد ما كتكون يعني الماء اللي في الجميله كيكون سخن غادي نضيف ليه الفول. هنا بالنسبه للملحه والعطريه ما نضيفهمش حتى الاخير، حيت ضفنا الملحه يعني قبل ما كتخليش لينا هاد المكونات كطيب في الساعه. كنضيف الثومه وغادي نغطيهم ونخليهم تقريبا 30 دقيقه باش يكونوا طايبين باش نضيفوا العطريه ان شاء الله. هنا بعد ما تيكون يعني الفول والجلبانه صافي طابو، غادي نبدا انا كنضيف ليهم. غنضيف معلقه صغيره عامره ديال الكمون، شويه سكينجبير يعني ممكن ما تضيفوش، كذلك قليل من الخرقوم والملح، ملعقه صغيره ملح كتبقى حسب الذوق. غادي نضيف كذلك زيت الزيتون نصف كاس. غادي نرد هذا الشيء يعني حتى كيشرب هذه العطريه، باش من بعد غادي نطحنوها. هنا بعد ما كتبرد شي شويه غادي نديرها في الاله الكهربائيه باش نطحنها، باش كتجيني كي الكريمه كتجي زوينه بزاف. هنا بعد ما كنطحنها كي كتشوفوا كتولي كي الكريمه زوينه بزاف. الا بغيتوها خفيفه ممكن تضيفوا لها الماء الدافئ، بغيتوها تبقى هكا يعني كتخليوها. هنا انا غادي نضيفها الكميله، غادي نردها كتعقدها لمده 5 دقائق ونطفي عليها. والبصره بعد ما كتوجد بصراحه كتجي زوينه بزاف. انا هنا زينتها بالكمون والتحميره، كذلك نضيف ليها قليل من زيت الزيتون. نتمنى انكم تجربوا هذه الوصفه لانها رائعه بزاف، وكذلك صحيه مزيانه في البرد، وكما قلت لكم مزيانه للكحوله بزاف. وتمنى الاعجاب ديالكم، كذلك كنتمنى الاول مره كتزور قناه مريم تي في دعمني بجيم مشترك، والسلام عليكم.